ما حكم توزيع الجوائز على حفظة القرآن في شهر رمضان في ليلة 27 في كل سنة دون أن يكون هناك نية للاحتفال بهذه الليلة؟ والله ما هو مناسب هذا اعتياده يعني في كل سنة ليلة 27، ما هو مناسب لأنه يخشى أنه يتخذ على أنه مشروع، إذا تكرر يفهمون الناس والعوام أن هذا مشروع في ليلة 27، يترك هذا ينقل إلى ليلة أخرى، يغير الليالي ما يداوم على ليلة واحدة. نعم. يقول: وما حكم تصوير الحفل، حفل توزيع الجوائز؟ تصوير حرام، الجوائز وغيرها، تصوير الآدميين وذوات الأرواح حرام بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.